دكتورة بوثينة الشيح الزين، مرحبا بيك. وبيك كوثر. كما شفت الشيف صغرون عملنا لبول دو شوكولا. أي. وسألت الصغار تحبوا الشوكولاتة، قالك نحبوا الشوكولاتة. تحبوا الشوكولاتة. واللي بعثوا لنا الاقتراح نتاعهم قداش عندهم هما يقترحوا في الشوكولاتة. وإحنا بدنا الكبار نحبوا الشوكولاتة. لكن برشا أولياء يقول لك الشوكولاتة بالنسبة للصغيرات تعمل تهلك السنين، تعمل سوء هضم، يقول لك الشوكولاتة تسمن. معناها يقول لك فما برشا حاجات ماهيش بيها في الشوكولاتة. هل حكاية هذه الكلها صحيحة؟ إباء هذه أفكار مسبقة يا كوثر. شو معناها؟ كي نقولوا الشوكولاته راهي تضر بالسنين، احنا نقولوا لهم الشوكولاته ما تضرش بالسنين، خاطر الكاكاو موجود في الشوكولاته فيه حاجات، فيه ثلاثه مواد كي سون تري امبورطون، اللي هما بالعكس يحميو السنه، معناها السنين تاع الصغار، كيف ما عندنا الفلور وعندنا الفوسفور. ديما نسمعوا احنا نقولوا ذا دونتيفريز بالفلور والفوسفور، ساشي كو الشوكولاته فيها الفلور فيها الفوسفور فيها ماده اخرى اللي هي تحامي على السنه من الجراثيم. دونك الشوكولاته بالعكس هي مقويه للسنين تاع الصغار. باغ كونتر ما ننساوش اللي الشوكولاته فيها سكر معروف، والسكر هذايا هو اكثر ماده اللي تضرب السنه تاع الصغير. دونك احنا شو نقولوا هنا، معناها اون بروفيت باش نوصلوا المعلومه والنصيحه للاولياء، بربي صغاركم ملي طلعوا سنيهم علموهم يصبغوس لي دون، ميرسي بوكو، يحكوا سنيهم سورتو في الليل قبل ما يرقدوا. تو تافي وي فوا غسل سني ما عادش يعاود ياكل شوكولاته مره. فوالا وقول هاني غسلت سني. اي هذه نعرفوها عند صغارنا الكل. الحاجه الثانيه اللي حكيت لي عليها اللي هي الهضم نتاعها ماهوش سهل، مش صحيح. انكور اون فوا الكاكاو فيه السليولوز الياف تسهل الهضم بالعكس، داكوغ. واذا كان تقول لي شوكولاته تسمن وواحد، نقول لك انا فما مثال يقول اذا تجاوز الشيء حده انقلب الى ضده. صحيح، خاطر فيها سكر شوكولاته. فوالا ما زمناش ناكلوا منها برشا باش نقنوا للصغيرات قد ايه باش ياكلوا شوكولاته وقداش من مره في الجمعه. توا كي سالت انا سلام قلت لها تحب الشوكولاته؟ قالت لي اي نحب الشوكولاته، اما يلزمها تتاكل مره في الجمعه. نجم تقطع الحكايه باش نشوفوا الدكتور باش تقول الكميه معناتها اللي تساعدك. لا تساعدني ان طونك ميدسان نوتريسيونيست. معناها الصغار ما كان يلزمهم مره في الجمعه. لا 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 سلام هي تحافظ على الرشيقه نتاعها. فهمت داكوغ. باغ كونتخ الشوكولاته عند الصغيرات باش نعطيوهم ما يقارب 10 ميلي غرام، هو تعرفش لي ريكومونداسيون شو يقولوا. معناها انت وفصلك 10 ميلي غرام باغ جور سي بيرمي. وديما نحبذوا شوكولا نواغ، تو نرجعوا لحكايه شوكولا نواغ. 10 ميلي غرام دو شوكولا سي اونتخ 2 اي 3 كاري في النهار. انا شو نقول للصغيرات الكل؟ نقول لهم دو اونتر دو 3 كاري نهار بعد نهار، ناكلوه في اللمجه نتاع العشيه اللي حكينا عليها المرات مره في السابق. العشيه مع الخبز ومع كعبه غله. اوكي طلعت اكثر من مره في الجمعه. اكثر من مره في الجمعه. تعرف عليه سلام كي تقول مره في الجمعه؟ خاطر عندنا عاده خايبه نعلموها للصغيرات، نعطيهم تابليت دو شوكولا. نخليهم ياكلوا. يا كوثر انت مشكله كبيره. باهي ما يلزمش، يلزم نهار بعد نهار. ديما تقود بروحك، معناها اشاك فوا صغيرات مش باش يقولوا عليك. شفت؟ لا لا هما شافوا النتيجه دونك ما ياكلوا. في النتيجة فما ان كوتي تري بويتيك دو لا فام بيل بوتليك. فوالا. باهي بالنسبة للصغيرات اللي مثلا عندهم السكر، مسموح لهم باش ياكلوا الشوكولاته؟ مسموح لهم باش ياكلوا الشوكولاته، ما نحرموش صغارنا اللي عندهم السكر، خاطر في الشوكولاته ما فماش كان السكر اللي في الشوكولاته نتحكموا فيه، وقت اللي نقنوا لصغيراتنا اونتخ 2 ا 3 كاري نهار بعد نهار في لمجه العشيه. احنا علاش نقولوا هكا؟ توا لي ريكومونداسيون مش كيما انا نقول، يقول لك كل يوم تنجم تعطيه 2 كاري باغ جور، اما انا نقول كوم هذيك الانرجي تجيهم معناها من كلي دو كاري باغ جور، يا خويا نهالي من بعد ماذا بيا مرة ياخو كيك صغيرة، ماذا بيا ياخو حاجة أخرى باش نوعوا له. سي سامبورتون دو لابرونتيساج. الشوكولاتة المتعارف أنه تعطي الانرجي، ولكن زاد يقول لك يحس روحه العبد متفرهد كي ياكل شوكولاتة. ها؟ يحس روحه كبير وصغير، معناها كبار وصغار، يحس روحهم نحي ستريس.
على خاطر في الكاكاو encore une fois فما ce qu'on appelle le tryptophan وفما المغنيسيوم برشا في الكاكاو لو شوكولا نوار فيه برشا كاكاو خديز ما نفصل لك جوست حاجه الشوكولاته فيها كاكاو فيها لا بات دو كاكاو فيها لو بور دو كاكاو لا بات دو كاكاو هي خارقه للعاده خاطر فيها شويه سكريات وفيها برشا مغنيسيوم داكور في نلقاو في الشوكولا نوار مش معناها الشوكولا ولا ما نلقاهش اي بيان سور بكميه اقل بكميه اقل وفيه الكالسيوم هذيك حاجه به لو كالسيوم دون لو شوكولا اولي باغ كونتر لو شوكولا بلون ما نصحش به صغيراتنا خاطر لا فالور نوتريتيف ان با دو تو انتريسانت داكور نرجع لك لحكايه اللي قلت لي الشوكولاتة تعطي هاك النشوة لو تريبتوفان هو اللي باش يخلي هرمونة في البدن تتصنع داكور هو مسؤول على صناعة السيروتونين اللي هي تعطي هاك الراحة والإحساس بالابتهاج والفرحة وكل شيء والمغنيسيوم زادة سي ان انتي ستريس مسموح لك مسموح تابع تابع واحد تابع في النهار دكتورتنا تنصح باش ناخذوا شوكولا نوار ونبعدوا على الشوكولا الاخرين وناكلوا الشوكولاته نهار بعد نهار زوز ثلاثه توابع هذيك الكميه الكافيه للصغار والكبار الكبار اقل تابع واحد ميرسي دكتوره بثينه ميرسي